عبر الهاتف مباشرة من ريف الرقة ينضم لنا الدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. دكتور ناصر مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا داعش عمد إلى تفخيخ منازل المدنيين في ريف الرقة، كيف يؤثر ذلك على حسم المعركة إلى الآن؟ تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين ولتلفزيونكم العزيز. حقيقة استمعت إلى التقرير جزء منه، تردد على ألسنة الجميع أن داعش قد يفخخ كل شيء. هذه المقولة تكاد تلخص حقيقة أعمال داعش، لكن أعتقد أن أسباب ذلك تعود إلى أسباب انتقامية من أهل المنطقة الذين هم يجدون أنهم لم يعودوا يتوافقون معهم، أو كما يقولون ارتدوا عنهم أو خانوهم أو ما شابه. هذا من ناحية، بالإضافة إلى محاولات عرقلت حركة أو تحرك القوات العسكرية التي تهاجمهم بهذا الشكل. يعني هذه الممارسات دكتور ناصر، أو قيام داعش بهذا التفخيخ لمنازل المدنيين، هل هو يقيد حسم المعركة إلى الآن؟ لا، يعرقل سير المعركة إلى حد ما، لكنه لا يعرقل كليا، وهو يريد أن يلعب بهذا الشكل على الوقت. هذا من ناحية، وعن بعض الضحايا التي قد تسقط، وكثيرا وأحيانا كثيرة سقط الضحايا خصوصا من المدنيين ومن المتسرعين في الدخول في العودة إلى مناطقهم أو في العودة إلى بيوتهم وديارهم. هذه التكتيكات استخدمها داعش منذ اليوم الأول وحتى الآن. أختي العزيزة، المقاتلين أو التقرير ذكر عدة أنواع من المفخخات، لكن فعلا أؤكد لك أنني رأيت بأم عيني أنهم يفخخون كل شيء، حتى لعب الأطفال، حتى الأسرة، حتى ما لا يخطر على بال، كل شيء يتحرك يمكن أن يكون مفخخا. طيب دكتور ناصر، انطلاقا من هذه النقطة، في هذا الصدد، هل تم وضع الآن خطط لمواجهة هذه الممارسات، ممارسات داعش الانتقامية ومحاولة حماية المدنيين؟ نعم بالتأكيد، أهم شيء محاولة حماية المدنيين هو عدم السماح للمدنيين بالاقتراب من هذه البيوت، ريثما تأتي المجموعات الخاصة. هناك مجموعات خاصة نحن تجهزناها، وهناك مجموعات خاصة أيضا تتجهز بالمساعدة مع المجتمع الدولي ومع قوات التحالف الدولي أيضا ومع المجموعات الدولية التي مضادة للألغام. لكن دعيني أقولها بكل صراحة أن هذه المجموعات لا تزال قليلة العدد، لا تزال إنتاجيتها قليلة. بالتناسب إذا قسناها بالنسبة لحجم التفخيخ الهائل الذي يمارسه داعش في المنطقة، أعتقد أن هذه الممارسات تمكنت من يعني تقليل مفعول هذه المفخخات، لكن ليس إلى درجة الصفر. نعم، أشكرك جزيلا إذن على هذه المداخلة الدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من ريف الرقة. شكرا جزيلا لك.